ابراهيم سعيد، يا سلام يا ابراهيم. مساء الخير لكل متابعيني على قناتي على اليوتيوب. ما تنساش تعمل سبسكرايب وانتظر فيديوهاتي دايما، وان شاء الله اكون على قدر ثقتكم. هتكلم النهارده على مباراه النادي الاهلي والوداد المغربي. النهارده النادي الاهلي تخلى عن البطوله رقم 11 بسهوله نتيجه رعونه اللعيبه، واللعيبه النهارده ما كانتش مركزه. قبل ما نتكلم في فنيات، احب ابارك لفريق الوداد المغربي على الفوز بالبطوله. بطوله مستحقه لفريق الوداد. النهارده تعامل مع المباراه بروح، اللعيبه النهارده كانت مركزه عكس لاعبي النادي الاهلي اللي النهارده كلهم بعاد تماما عن المباراه. ولو جينا اتكلمنا عن الضغط الجماهيري، فلاعيبه النادي الاهلي كلها متعوده على الجماهير، لانهم عندهم جماهير كبيره جدا زي النادي الاهلي، فاذا ما عندهمش اي تبرير لعدم حصولهم على البطوله. ضغط جماهيري من فريق الوداد، النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي متعودين دايما على الضغط الجماهيري. الاستاد هايل، التحكيم 10 على 10، مفيش اي تبرير للاعبي النادي الاهلي ولا الجهاز الفني يقدر حد يطلع يتكلم ويقول اصل انا خسرت عشان حاجه. مهما كانت الضغوطات، النادي الاهلي دايما على مدار تاريخه متعود ان مهما الضغوطات ومهما اي حاجه ضده، باللعيبه بالروح بيقدر ياخد البطوله مهما كانت. وفي امثله كتيره جدا النادي الاهلي مر بيها، زي مباراة الصفاقسي، وكانت مباراة صعبة جدا، واوقات كتيرة جدا كانت ضد الترجي. قدر النادي الاهلي رغم الضغوط ورغم المشاكل ورغم الظروف، قدر ان هو يرجع بالبطولة ويحصل عليها. فالنهاردة مفيش اي تبرير عشان بعض الاعلاميين، مع احترامي ليهم، ولا المواقع تدي تبرير للهزيمة النادي الاهلي النهاردة، لان النهاردة اللعيبة حقيقي لعيبة النادي الاهلي ما تستحقش انها تاخد بطولة افريقيا. اللعيبة النهاردة كلها مش مركزة، اللعيبة النهاردة كلها نازلة عندها حالة تراخي. ولو الناس بتتكلم بيقولك اصل خايفين، مع احترامي الشعب المغربي وجماهير نادي الوداد تعاملوا مع المباراة باحترافية، وكان تشجيع هايل. مفيش اي اساءة داخل الملعب او اي تبرير لعيبة النادي الاهلي تطلع تتكلم وتقولك اصل كان في ضغوط. الضغوط والمشاكل كانت عندكم انتوا النهاردة اللي ما كانش عندكم تحمل المسؤولية، رغم ان انت عندك دعم جماهيري، دعم اعلامي، كل جماهير النادي الاهلي كانت النهارده في ظهركم، سواء على السوشيال ميديا او حتى سواء الجماهير اللي راحت الاستاد النهارده ووزرتكم. التراخي من عندكم انتوا النهارده محدش مركز، كل اللعيبه بعيد عن مستواه، من اول الشناوي اللي يسال عن الهدف الاولاني، ودي تاني مره في تاني مباراه الشناوي يحصل عليه تسديده من نفس المسافه. اعتقد ان الهدف الاولاني اللي كان من نفس المسافه اعتقد كانت في مباراه وفاق الصيف، خطأ من الشناوي يسأل عليه. النهاردة الشناوي مش مركز، معظم لاعيبة النادي الاهلي النهاردة بعيد عن تركيزهم. عندك لعيبة النهاردة مع احترامي لا يصلحوا للنادي الاهلي، منهم محمد هاني اللي اعتقد دوره مش مفيد للنادي الاهلي، سواء على المستوى في الدوري المصري او في بطولة افريقيا. لعيب متراخي، لعيب ما يتحملش المسؤولية. عندك لاعب اخر، ويمكن انا اتكلمت النهاردة في تويتر، ايمن اشرف النهارده يا جماعه، لو الناس بقى متابعه ومركزه في المباراه، اكتر واحد بيبطئ الهجمه واكتر واحد ما يخليش الريتم يبقى سريع ايمن اشرف يمسك الكوره يقف 3 ايام عشان يبص الكوره وعشان يلعبها وعشان عارف يبص ويقعد ويشوف الجماهير ويبص على المدرجات ويبص على اللعيبه. كل ده بطء، انت في مباراه، بتلعب في مباراه في نهائي افريقيا، يعني ما ينفعش ان انت تلعب برتم بطيء. عندك ممكن تقدر تهدي الريتم، بس مش بالشكل ده. انت بتدي طاقه سلبيه للعيبه ان هم يبقى عندهم تراخي، وده اللي حصل. عندك في نص الملعب اليو ديانج، اعتقد ان اليو ديانج اسوأ فتره بيمر بيها مع النادي الاهلي هي في الفتره الاخيره دي، مش مركز، مس باس كتير، ما بيقفش كويس، بطء في الحركه، بطء في التمركز. مع احترامي، بالشكل ده مش ده اليو ديانج اللي عايز يبقى يحترف بره. اعتقد ان ممكن يكون الاحتراف في تفكيره، لان ده مش مستوى اليو ديانج خالص. اليو ديانج مش عارف يستلم كوره ولا عارف يقف، معظم الكرات اللي بيستلمها يا اما بظهره يا اما بيمسك الكوره بيبص للي جنبه، ملوش اي دور. عندك حمدي فتحي برده مش هقدر اقيمه، بس برده مش ده مستوى حمدي فتحي. اعتقد ان تواجده مع السوليه بيبقى ليه دور مختلف، وشكله حتى في الملعب اداؤه مختلف. بس طبعا السوليه النهارده نتيجه اصابته ونتيجه الفتره اللي فاتت ان هو مش متواجد في الملعب،
حمدي فتحي من غير السوليه ما بيظهرش حمدي فتحي. اليو ديانج مش ممكن ده يكون اليو ديانج، مش ممكن ده اليو ديانج اللي النادي الاهلي بيتكلم عليه انه يحترف في الدوري الانجليزي ويحترف في مانشستر. ده هو بالشكل ده يحمد ربنا ان هو بيلعب في النادي الاهلي. عندك لعيب تاني برضو في الفتره الاخيره ويمكن انا اتكلمت عليه قبل كده وهو علي معلول. علي معلول مش ده مستوى علي معلول اللي بدا مع النادي الاهلي. علي معلول في المباريات الكبيره في الفتره الاخيره، سيبنا من الدوري لان مباريات الدوري مع احترامي انت بتلعب فرق اضعف من فريق الوداد. فريق الوداد النهارده اتعامل مع المباراه باحترافيه، منظم، نازل المباراه هو عارف عايز ايه من المباراه. بالدليل النهارده فريق الوداد بتمركزه استغل فرصتين، يمكن هما ثلاث فرص اعتقد ان في المباراه، الفرصه الاولى من التسديده اللي جت في العارضه، والفرصه الثانيه التسديده اللي جت منها الهدف، والفرصه الثالثه الاستاذ محمد هاني او كابتن محمد هاني مكسل ياخد خطوتين عشان يغطي الجزء اللي هو يعني المفروض الطبيعي انت بتلعب اربعه، فالطبيعي ان انت الكره العكسيه بتضم بتغطي عشان خاطر ان انت بتغطي المدافع سواء ايمن اشرف او ياسر ابراهيم. الوحيد النهارده اللي ممكن ليه شكل وعنده روح هو ياسر ابراهيم. مهما الناس تختلف انا بحترم اللعيبه اللي عندها روح اللي بتبدا المباراه زي ما بتنهيها. عندك لعيب بقى تاني ما كانش متواجد في المباراه وناس كتيره جدا دايما بتقعد تقول لي ايه السر ان انت دايما بتهاجمه. حسين الشحات النهارده خزل كل جماهير النادي الاهلي وخزلني انا شخصيا، رغم ان انا اشدت بيه من الفتره اللي فاتت. حسين الشحات في المباريات الكبيره مش موجود، حسين الشحات بيستخبى، حسين الشحات المفروض اللي هو اللي عنده القدره ان ينقل النادي الاهلي من جزء ان انت بتدافع بدل ما بتدافع بتهاجم بيستخبى، استلامه للكوره خايف بيلعب السهل. حسين انت يعتبر واخد دور هجومي اكتر من دفاعي، انت بتستلم الكوره ما فيش اي حاجه بتعملها، يعني ما فيش اي دور، يعني انا عارف ان الكوره هتجيلك لما هترجعها ورا لما هتوقف على الكوره وتتقطع منك. طاهر محمد طاهر مع احترامي ما ينفعش يبقى متواجد في النادي الاهلي. انا عارف ان كلامي قاسي شويه او كلامي حاد شويه بس فعلا مش ده النادي الاهلي ولا ده روح النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما في اسوأ حالاته في اسوأ الظروف الروح هي دايما اللي بتكسب. النهارده اللعيبه بلا روح، بيرستاو هيعمل ايه لوحده؟ ممكن ما اداش الدور المطلوب منه بس الوحيد اللي ممكن يكون عامل خطوره، بس ما هو بيرستاو مش هيلعب لوحده، فين الجزء المساعده من النص الملعب او المساعده من على الاطراف من حسين الشحات او من طاهر محمد طاهر؟ كل ده معدوم. طاهر محمد طاهر بينزل بيعمل بس مش ده الدور بتاعه، مش ده الدور بتاعه ان هو مدافع. فين النقله الهجوميه؟ فين ان انت تضغط على لعيبه الوداد؟ النهارده لعيبه الوداد واقفين سايبين لعيبه النادي الاهلي بتنقل الكوره براحتها. ما هو انا بالنسبه لي والله انا واحد لو بلعب في الملعب ومتواجد وشايف الفريق النادي الاهلي بيمسك الكوره وبيلعب بالراحه، ايمن اشرف يقعد يبص للمدرجات ويبص على اللعيبه حتى لدرجه ان هو بيعدي لقدام يوم واقف يوم ماسك الكوره ومرجعها لياسر ابراهيم. كوره تقليديه، مش ده فريق البطوله ومش ده النادي الاهلي اللي عايز ياخد البطوله المره ال 11، مش دي المواجهه، مش دي الاداء اللي لعيبه النادي الاهلي اللي كنا متوقعينه. النهارده الاداء بلا روح. موسيماني ابتدى عشان يرجع للمباراه ابتدى يخرج حسين الشحات وابتدى يخرج محمد هاني بعد ما خلاص النادي الاهلي يعتبر خسر المباراه. خلينا نتكلم ان اداء النادي الاهلي النهارده ما يخلوش ان هو ياخد البطوله دي، ودي بدات من اول دقيقه في المباراه. مفيش ضغط، في خوف، في مفيش تركيز. الهدف اللي لعيبه النادي الاهلي نازلاه هو النادي الاهلي واللعيبه مع احترامي نازلين بيقولوا الفريق الوداد كسبنا. النهارده فعلا مفيش لاعب تقدر تتكلم عليه وتقول ان هو نجم المباراه او تقدر تقول ان هو حاول من اول الشناوي لحد بيرستاو. فعلا لعيبه النادي الاهلي خذلت جماهيرها وخذلت كل المتابعين النادي الاهلي وكل الناس اللي كانت بتتمنى النادي الاهلي ياخد البطوله. قبل ما نسف على بعض سواء زملكاويه ويتريق على النادي الاهلي او يتريق على اللعيبه، خلينا نتكلم ان بالشكل ده الكره المصريه في ضياع، لانك انت عندك عنصرين مهمين جدا واصحاب شعبيه واكبر ناديين في مصر. عندك النادي الاهلي النهارده خسر البطوله
وعندك نادي الزمالك اللي خرج. اذا لما النادي الاهلي ونادي الزمالك يبقى في الحاله اللي احنا شايفينها دي باللعيبه بالمستوى اللي احنا شايفينه ده، الكره المصريه رايحه في طريق بلا رجعه. دي حقيقه هيأثر على اداء منتخب مصر، واعتقد ان المستوى اللي احنا شايفينه ده اثر على منتخب مصر في الفتره الاخيره. خسارتك في النهائي في بطوله افريقيا، وخسارتك امام السنغال للمره الثانيه، وعدم وصولك لكاس العالم. ودي النهارده النادي الاهلي بيخسر بطوله افريقيا لعدم تركيز اللعيبه، وان فعلا اللعيبه ما كانتش مركزه. ومعظم اللعيبه دي مع احترامي، حسين الشحات لا يصلح انه يبقى موجود في النادي الاهلي، لا يعتمد عليه. محمد هاني لا يصلح انه يكون في النادي الاهلي. ايمن اشرف لا يصلح انه يكون في النادي الاهلي، والكلام ده على مسؤوليتي. علي معلول بالشكل ده اعتقد ان هو طلع الطاقه وطلع كل اللي عنده، واعتقد ان هو اكتفى بالادوار اللي هو وبالاداء اللي هو قدمه على النادي الاهلي في الفتره اللي فات، ما بقاش عنده الجديد. لدرجه النهارده علي معلول مش مركز في الاوفرات، مش مركز في الدور الهجومي، مش مركز في الدور الدفاعي. للاسف معظم لاعيبه النادي الاهلي قالوا ديانج بالشكل ده، والله يعني لو فعلا هنقيمه بجد مش ده اليو ديانج اللي يقعد في النادي الاهلي. انا عارف ان طاهر محمد طاهر، اعتماد مستر موسيماني على طاهر محمد طاهر في فترات كتيره جدا، وكانت النتيجه مفيش اداء مفيش روح. مع احترامي الناس تقول لك اصل هو احسن وحشين، انا مالي باحسن وحشين، ايه الدور بتاعه اللي بيقدمه لي جوه الملعب عشان يكسبني بطوله؟ حسين الشحات اكتر واحد خد فرصه، واكتر واحد الناس دعمته، واكتر ناس وقفت معاه. هنقعد نتكلم بقى اصل انا ضحيت؟ الكوره زي ما بتضحي زي ما بتاخد مقابل، خدت قصاده مقابل مادي، وخدت قصاده دعم جماهيري ودعم اعلامي. بس حسين الشحات بالمستوى ده، مع احترامي ما تزعلش يا حسين، لا تصلح ان تكون في النادي الاهلي. حقيقي النادي الاهلي بيحتاج دعم، محتاج لعيبه، محتاج لعيبه مواصفات بطوله، مواصفات لعيب عنده الروح وعنده الامكانيات، عنده المهاره، حتى لو ما عندوش المهاره عنده الروح البطوله. النهارده اللعيبه نازله فاكره عشان اسم النادي الاهلي هياخدوا البطوله من الوداد. النهارده فريق الوداد عمل مباراه تكتيكيه زي ما بيتقال، هي مباراه بطوله، انا نازل عايز اكسب. اتعامل مع المباراه، احترم النادي الاهلي، عكس لعيبه النادي الاهلي ما احترمتش الوداد، وكل ده اثر على اداء النادي الاهلي. واعتقد ان اخر خمس دقائق هو النادي الاهلي ابتدى يبقى ليه شك، بس بعد ما ايه، بعد المباراه ما انتهت، وبعد ما خلاص نادي الوداد وفريق الوداد قدر يسيطر على المباراه والنتيجه كانت 2-0، فالطبيعي ان انت مش هتكسب البطوله. وحتى صلاح محسن اللي نزل مع احترامي ده بقاله تقريبا سنه ما بيلعبش. قفشه بقاله فتره كبيره جدا بعيد عن مستواه. اللعيبه اعتقد ان يعني خدت الغرور والثقه كانت زادت عليهم. يا ريت يبقى في ثقه، يا ريت النهارده لعيبه النادي اللي عندها ثقه. النهارده اللعيبه نازله بتقول لفريق الوداد اكسبني. هقولها تاني، لعيبه النادي الاهلي النهارده نازله بتقول لك، بتقول للوداد اكسبوني وخدوا البطوله. ما كانش فيه روح، ما كانش فيه عايز اخد البطوله، عايز اكسب. النهارده الروح الانهزاميه كانت موجوده، بالدليل النهارده اللعيبه واقفه ابتدوا يفوقوا بعد المباراه ما انتهت. مستر موسيماني اعتقد ان ممكن تكون كده علاقته مع النادي الاهلي بقى فيها صعوبه ان هو يبقى متواجد داخل النادي الاهلي. بس انا من وجهه نظري ان كثره التغييرات في الجهاز الفني بتاثر على المنظومه بشكل عام. ومستر موسيماني اعتقد ان بالشكل ده لو هو مش هيتوفر له اللعيبه الامكانيات الاعلى، سواء بقى من الناشئين سواء النادي الاهلي يدعم صفوفه، اعتقد ان كده بنسبه 70% عدم تواجد مستر موسيماني في خلال الموسم المقبل، او ممكن في خلال الفتره اللي جايه، لان هو حاله الاحتقان اللي ما بينه وما بين الجماهير في الفتره الاخيره بقت صعبه، وخصوصا النهارده بعد الهزيمه من الوداد 2-0 والخساره بطوله افريقيا اثرت على مشواره مع النادي الاهلي. بس انا من وجهه نظري ياخد فرصه، لان كثره تغيير المدربين بتعمل مشاكل وبتاثر على مشوار النادي الاهلي. دي كانت ملخص حلقه النهارده. حابب ان انا ابارك لفريق الوداد المغربي على الفوز بالبطوله، وهارد لك للنادي الاهلي، ولازم النادي الاهلي ومجلس ادارته واللاعبين يعيدوا حساباتهم. واعتقد ان مجلس الاداره في الفتره اللي جايه هيبقى فيه قرارات
بتغيير لعيبه او تغيير جهاز فني، ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. انتظروني فيديو جديد. قبل ما اقفل الفيديو والغي الفيديو او انهي الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب، وانتظروني فيديوهات جديده ودايما على قدر ثقتكم. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد هتشوط من هنا يا ابراهيم، والله حلو.